من السودان حمدوك، وحدة قوى الثورة الضامن لحماية الانتقال الديمقراطي. وفي باج نيوز، وزير الدفاع تمت السيطرة الكاملة على المحاولة الانقلابية والقبض على كل المشاركين. أما الحراك السياسي وجدي صالح، آن الأوان لتنقية الأجهزة العسكرية من الكيزان. ومن الجريدة، تريك ينفي تورطه في التمهيد للمحاولة الانقلابية ويطالب بالتحقيق. وجاء في الحداثة، يونيت أمس ترفض دعوات الانقلاب العسكري وتؤكد دعمها للحكم المدني. وفي الوفاق، القوات المسلحة تعلن القبض على 21 ضابطا شاركوا في المحاولة الانقلابية. وفي الوطن، النقل تكشف عن حصيلة الخسائر المادية لإغلاق الميناء. ومن اليوم التالي، مخزون القمح يكفي لأسبوعين بسبب إغلاق الشرق. وختاما من أخبار اليوم، دول الترويكا تدعم عملية الانتقال الديمقراطي بقيادة المدنيين. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الجولة الجديدة من برنامج بعد الطبع، ونتناول أبرز ما جاء في صحافة الخرطوم الصادرة صباح اليوم. أسعد كثيرا أن يكون ضيفي ومحللا سياسيا على هذه الجولة الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ كمال الشريف. مرحبا بك، مساء الخير. مساء الخير، كيف أخبارك؟ سعيد، أول مرة معك. أول مرة ألتقي بك، سعيد بهذا اللقاء. مرحبا بكم ومرحبا بكل من يتابعنا. نبدأ هذه الجولة من صحيفة باج نيوز، وجاء فيها وزير الدفاع يكشف تفاصيل جديدة عن المحاولة الانقلابية الفاشلة. قال وزير الدفاع ياسين إبراهيم عقب اجتماع طارئ لمجلس الأمن والدفاع إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الهدف من المحاولة الانقلابية تقويض النظام الحالي. وأكد إبراهيم السيطرة الكاملة على المحاولة والقبض على كل المشاركين الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات، وجاري استكمال استجوابهم لتبيان تفاصيل المحاولة. مرحبا من جديد أستاذ كمال. المتداول حتى الآن أن المحاولة الانقلابية الفاشلة بقيادة اللواء عبد الباقي بكراوي ومعه عدد 22 ضابط برتب مختلفة وعدد من ضباط الصف والجنود، ولم يتم الإفصاء عن مزيد من التفاصيل، لماذا برأيك؟ نعم، هي مرحلة من مراحل السودان الحرية جدا جدا هذه الفترة الانتقالية في السودان. هذه الفترة الوحيدة في تاريخ السودان اللي هي ينظر لها العالم السودان تحت المشعر، أو كتجربة جديدة في تجارب الربيع العربي أو الثورات ضد الأنظمة الشمولية أو الدكتاتورية في العالم. حصلت في كثير من دول العالم، لكنها حصل فيها كثير من الأزمات وكثير أدت إلى 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 مشاكل مختلفة بمسميات مختلفة، إن كان في دول عربية أو إن كان في أمريكا اللاتينية. لكنها في السودان دخلت في مرحلة كما ذكر العسكريين وذكر المدنيين، إنها هي شراكة نموذجية، شراكة يحتذى بها، شراكة تعتبر نموذج. أيضا العالم ينظر لها كتجربة من تجارب العالم الثالث الذي يزعى العالم بأجمعه أن تكون هنالك فيه ديمقراطية، نسبة لمشاكله العرقية والثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية، كلها مشاكل توجد في العالم الثالث، لكنه يحتاج إلى نوع من الحكم جديد في هذه المنظومة العالمية الجديدة. برأيك من يريد إفشال هذه الشراكة بين المدنيين والعسكريين؟ ولماذا يعني الانقلابات الفاشلة أو المحاولات الانقلابات التي تفشل؟ نحن نتحدث عن انقلابات عسكرية، ليه نتحدث عن انقلابات مدنية؟ من يحمي من؟ في هذه الفترة في السودان، هذا سؤال، أنا أتحدث بصورة واضحة، في هذه الفترة في السودان بالنسبة للعالم، هل المدنيين يحموا العسكريين أو هل العسكريين يحموا المدنيين؟ في الداخل العسكريين قد يحموا المدنيين، وفي الداخل أيضا المدنيين قد يحموا العسكريين، لكن في الخارج هنالك نظام آخر ينظر إلى هذه التجربة. من يقلب نظام الحكم في السودان؟ هل الجيش ينقلب على نفسه؟ هل الجيش هنالك فيه بعض الفرق تختلف عن فرق أخرى؟ بعض الأفراد يفترقون على فرق أخرى؟ الجيش له مبدأ واحد،
له شريعة واحدة، له كتاب واحد، له مبدأ واحد، لكن السياسة منفتحة كل يوم أو كل ساعة. كمثلا اقتصاد، السياسة بورصة فيها جذب وفيها الشد، يعني فيها ما بين الطرفين يعني. فيجب التعامل على هذه الفترة في السودان بدون أن أي نوع من التحريض من أي جهة سياسية لحركة عسكرية، لأنه لن تجد أي قبول من داخل الحركة العسكرية نفسها أو من داخل الحركة السياسية أو من داخل الحركة المدنية أو من داخل الحركة العالمية كما وضح يوم أمس. يوم أمس رغم الحديث الشائع عن محاولة انقلابية يعني منذ وقت مبكر قبل محاولة أمس الفاشلة، أيضا يعني حدثت المحاولة، كيف تفسر هذا؟ هناك بعض الأشياء تتحدث فيها الناس عن إنه هذه المحاولة هي من ضمن المحاولة، حتى تحس بأن الشارع استقبلها بنوع من البرود، لكن الإعلام في السودان له رأي آخر في تناول مثل هذه الحاجات. يعني يجب على الناس في السودان أن تنظر إلى هذه المحاولات نظرة إيجابية غير النظرة الانهزامية، لأنه قد يأتي انقلاب عسكري يحمي الناس من صفوف العيش ومن صفوف البنزين ومن غلاء العيش ومن غلاء المدارس إلى آخره. ولكن هناك نظرة أخرى، الحديث الذي تحدثه الجيش حاليا عن أنه هو يحمي الفترة المدنية، والمدنيين هم يتحدثوا عن أنه هم يحمي النظام المدني والنظام الديمقراطي في السودان. هذه هي بحكم التجربة التي يعيشها السودان، هي نموذج إيجابي للتجربة الذكية جدا جدا في تعاون العسكريين والمدنيين في السودان. لا أظن أن هناك اختلاف بأنه هناك شراكة ما بين المدنيين والعسكريين، برغم كل الأشياء التي تغال هذه الأيام في الإعلام إن كان من جانب العسكريين ومن كان من جانب المدنيين. وعلى ذكر الحديث من قبل مدنيين أو عسكريين، كيف تنظر للخطاب الإعلامي يعني منذ يوم أمس فيما يخص الانقلاب؟ على الخطاب الإعلامي في السودان أن يحترم تجربة الحكم في السودان حالياً، على الخطاب الإعلامي في السودان أن يوجه المدنيين، على الخطاب الإعلامي في السودان أن يوجه العسكريين لشراكة مع المدنيين، على الخطاب الإعلامي في السودان أن يوجه هذه الشراكة لتنمية المجتمع والاقتصاد السوداني وحماية السودان من كثير من الترهلات التي حدثت، إن كانت أمنية مقصودة أو إن كانت اقتصادية مقصودة أو إن كانت سياسية مقصودة. على الإعلام أن يقوم بدور إيجابي، ليس دور سلبي، يعطي، يهزم، يدرس، يجاوب، يسأل ويجاوب في وقت واحد، لكن لا يسأل فقط ويجعل الإجابة في أيد آخرين قد تكون من المتهورين إن كان من العسكريين وإن كان من المدنيين. صحيح، كيف تتوقع الأثار المترتبة على الانقلاب الفاشل يوم أمس سياسيا وأمنيا، بمعنى كيف ستلقي بظلالها على المشهد السياسي والأمني؟ يا سيدي، أنت موقع على وثيقة شهد عليها كثير من دول العالم، عملت لها حفلة كبيرة جدا جدا وجبت كل قنوات العالم وكل إذاعات العالم ووقع كثير من رؤساء العالم إن كان إغلبيين أو إن كان من خارج غرب أفريقيا أو إن كان من خارج الدول العربية، وقعت عليها كشهداء في هذه الوثيقة التي تحكم البلاد طيلة الفترة الانتقالية. إذن لا بد أن تلتزم بهذه الوثيقة وإلا سوف تفقد العالم، ترجع ثاني إلى نقطة الصفر، أنت محارب، أنت معاقب، أنت مرفوض، أنت مطرود. وفي السياق ذاته ننتقل لصحيفة السوداني وجاء فيها حمدوك المحاولة الانقلابية الفاشلة تؤشر لضرورة إصلاح المؤسسات الأمنية. وصف رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك المحاولة الانقلابية الفاشلة بأنها مظهر من مظاهر الأزمة الوطنية في البلاد يؤشر لضرورة إصلاح المؤسسات الأمنية وإعادة هيكلتها، وأعدها امتدادا لعمليات استهداف الثورة ومكتسبات الشعب السوداني من أجل تقويضها بواسطة الفلول. يعني هذا الخبر، إلى أي مدى ترى أن هناك تفاهمات واتفاق بين المكون العسكري والمدني حول كيفية إصلاح المؤسسة العسكرية؟ كأنما كتبت أنا في أحد المقالات أن حمدوك يخاطب العسكريين على أنهم يا أخوانا أحموني داخليا أحميكم خارجيا. السيد حمدوك له علاقات خارجية مميزة وضحت في كثير من الإيجابيات على السودان، على نظام الاقتصاد السودان، على نظام السياسي السودان، على العلاقات الخارجية. هنالك بعض الانتقادات وبعض النقاط السوداء على بعض المؤسسات الأمنية في السودان من خلال برامج الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى آخره، كما هو موجود في نظام محكمة العدل الجنائية الدولية. لكن ما يتحدث عنه رئيس الوزراء هنا على ضرورة إصلاح المؤسسات الأمنية، لابد من النظر في إصلاح المؤسسات الأمنية بإعطاء كل ذي حق حقه،
بموجب الوثيقة الدستورية التي تم التوافق عليها. عمل الجيش أو المؤسسة الأمنية هو شنو؟ وعمل المؤسسة المدنية هو شنو؟ هنالك بعض التمازج في هذه التداخل في بعض هذه الصلاحيات في الدولة حاليا. في التفاصيل حدد الدكتور حمدوك شروط لتحسين الانتقال الديمقراطي، أبرزها إعادة تقييم تجربة الحكم الانتقالي بشفافية واستكمال هياكل السلطة المدنية. مؤشر لكلمة تقييم. التقييم هو وضع برنامج برنامج رئيس الوزراء اللي هو معا الطريق إلى الأمام، لكن هو إلى 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 أي أشار يعني؟ إلى ماذا أشار؟ يشير إلى أنه الناس تقعد مع بعض وتقيم هذه التجربة، قد يكون هناك بعض النظر في بعض التعيينات في الحكومة، بعض الوزارات، بعض النظام، بعض الصلاحيات التي حتى الآن هي منزوعة من رئاسة الوزراء أو من الحكم التنفيذي إلى الحكم العسكري، هو قد يشير إلى هذا. طيب رئيس الوزراء ايضا يعني قال ستتخذ اجراءات فوريه لازاله مخاطر الانتقال، ما هي توقعاتك يعني فيما يخص هذه القرارات؟ هو عضو مؤثر في مجلس الامن او بماذا سيبدأ؟ هو عضو مؤثر في مجلس الامن السوداني حاليا. سيد رئيس الوزراء هو عضو مؤثر فيه، له كلمه وله صوت وله حق في انه يعطي بعض البيانات حول بعض الاختراقات الأمنية، بعض الاختراقات من الجانب العسكري، بعض الاختراقات من الجانب النظامي في إدارة الدولة. لا بد أن يحدث نوع من الترتيب لهذه المنظومة من جديد. ننتقل لصحيفة الحداثة، وجاء فيها يونيتامس ترفض دعوات الانقلاب العسكري وتؤكد دعمها للحكم المدني. أدان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان يونيتامس فولكر بيرتيس بشكل قاطع محاولة الانقلاب العسكري التي خطط لها بعض ضباط القوات المسلحة. وشدد الممثل الخاص للأمين العام على رفض الأمم المتحدة أي دعوات للانقلاب العسكري أو تبديل الحكومة الانتقالية بحكم عسكري، وأكد دعم الأمم المتحدة المستمر بتقديم المساعدة والمشورة والدعم للحكم المدني الشامل في السودان. ردود أفعال دولية وإقليمية تجاه المحاولة الانقلابية الفاشلة، كيف تفسر هذه الردود يعني؟ وأنت تحدثت عنها قبل قليل. تعاملنا مع مجلس الأمن على أنه نحن محتاجين ليونميت في ومجلس الاتحاد الأفريقي في دارفور، إذن هنالك حكم مدني في السودان وحكم انتقالي. هذا المكتب جاء به مجلس الأمن بموجب البند السابع الذي كان فيه كثير من الأحاديث واللغط في السودان حول وجود هذه البعثة. هذه البعثة جاءت لمراقبة ومتابعة الفترة الانتقالية في السودان برئاسة هذا البروف الألماني. عليه أن يتدخل، عليه أن يتحدث، لأنه مجرد ما جاء هو قابل كل الفعاليات السياسية والعسكرية والأمنية والحزبية والاجتماعية والثقافية والرياضية في السودان. يعني تتوقع يعني أو من خلال المحاولة الفاشلة الأمس تتوقع أن تعجل من إكمال وجود قوات بعثة اليونيتامس تحت البند السادس؟ لا، هي قد تأتي في يوم ما، لكنها ما في المستوى السريع، لكنها هي حاليا تبدي رأيها، وهذا الرأي يبعث إلى مجلس الأمن بحكم الرقابة الدولية. هو عليه أن يفرض رقابات ويفرض قرارات ويفرض غرامات ويفرض قوانين جديدة على هذه الفترة الانتقالية في السودان. أستاذ كمال، المعروف أن المجتمع الدولي أصبح لا يعترف بفكرة الانقلابات أصلا، رغم ذلك حدثت المحاولة الفاشلة. طبعا هو كله في كل دولة من دول العالم السادس، تكلمنا في البداية أنه هنالك نوع من الانقلابات مجهولة الهوية، كما قال رئيس مجلس السيادة أنه حتى الآن يعتبروا أن هذا الانقلاب هو مجهول الهوية، لكنه في النهاية هو مرفوض إقليميا ودوليا ومحليا. أمس ترايكا رفضت، الاتحاد الأفريقي رفض، جامعة الدول العربية رفضت، بعض الدول العربية رفضوا، بعض الدول في أوروبا رفضوا، فهذه الأمم المتحدة رفضت، فهذا موضوع لا حديث فيه كثيرا. من يعمل انقلابا عسكري هو يؤدي في النهاية إلى تحطيم الدولة تحطيما كاملا من جديد. ونختم من صحيفة الوطن النقل، تكشف عن حصيلة الخسائر المادية لإغلاق الميناء. كشفت وزارة النقل عن أن الخسائر المادية لإغلاق ميناء بورت سودان خلال الأيام الماضية بلغ أكثر من 1.2 تريليون جنيه سوداني،
وقالت الوزارة في تعميم أمس أن الموانئ السودانية تأثرت بالأحداث السياسية والمطالب الأخيرة بصورة كبيرة، ورفضت وزارة النقل بشكل قاطع إقحام مصالح الدولة في الصراع والإضرار بمصالح المواطنين وإيقاف إيرادات وزارة المالية. آثار سلبية من خلال إقلاق، هو طبعا الرقم ده اللي ذكر في الصحيفة دي، هل هو يعني متوقع أن يكون صحيح؟ يكون حقيقي، لأنه لو سألت الناس الضرائب والجمارك الترمينات دي بتدخل إلا في شهر، يعني حتى ما وصلنا شهر في هذا الإغلاق، يعني هو إغلاق جزئي لبعض المنافس في الميناء وتؤدي إلى بعض الخسائر، لكنها بقى مستوى الكبير اللي هو بتتناول وسائل الإعلام في هذه المرحلة. زي ما ذكرت أنت وذكرنا نحن ونذكر دائما أنه على الإعلام أن يكون حريص على هذه الفترة الانتقالية. نترك الأرقام الآن ودعنا أن نقف على الآثار السلبية لأزمة الشرق. هنالك آثار اقتصادية بأطماع سياسية. كيف؟ هنالك آثار لهذه الأزمة، هي أزمة سياسية وليس أكثر من ذلك، هي أزمة، أزمة الشرق زي ما ذكرت أنا في هذا المنبر من قبل، هي أزمة سياسية فقط. وعلى أهل الشرق أن ينظروا إلى هذه القضية نظرة أخرى غير النظرة السياسية، هنالك نظرة اقتصادية واجتماعية وثقافية ومختلفة الجوانب لتنمية الشرق، لكنها حاليا هي نظرة سياسية. حتى المتطلبات الموجودة من جهة نفس الشرق هي معظمها لو درستها كيف تلقاها زي ما درسناها نحن في بعض المواقع هي سياسية على ناس الشرق أو على جبهة الشرق أو الجهة التي تولى مسائل الإخفال في الشرق أن تدرس هذا الإخفال درس من نواحي أخرى غير هذه الناحية السياسية. طيب نحن الآن نقف على الجانب الاقتصادي، يعني سنأتي إلى الجانب السياسي بخصوص الأزمة. أيضا من خلال العناوين أوردت صحيفة أن مخزون القمح يكفي الأسبوعين بسبب إغلاق الشرق. برضك نفس الكلام، نتكلم عن بعض الأرقام غير موجودة موجودة الملح على الصحيفة أن تزور المخزون الاستراتيجي، مخزون القمح في السودان حاليا ينتهي حتى ديسمبر القادم، وهكذا مخزون الوقود حتى ديسمبر القادم. هذه هي كميات موجودة في المخزون الاستراتيجي في الدولة. لكن أنت تتكلم عن الآثار الاقتصادية بالنسبة للإخفار في الشرق على أهل الشرق نفسهم، أهل الشرق يعتمدون في كل حياتهم على هذه الموانئ وهذا الطريق الذي يربط ما بين الخرطوم وبين بورسودان ومناطق مختلفة في شرق السودان. هنالك آثار اقتصادية على أهل الشرق نفسهم قد بقية السودان، هنالك قد تكون بقية أهل السودان قد تكون عندهم أشياء أخرى بدائل بعض نوعا ما لهذه الأشياء التي سوف تأثر في الاقتصاد. يعني الجميع متضرر، على أهل الشرق هم أكثر تضررا من هذه الأزمة وهذا الإخفاق. فيما يخص الجانب السياسي كيف تنظر لإدارة الحكومة لأزمة الشرق بالرغم من التصعيد؟ يعني قد تكون فيها بعض الضبابية، لكن هنالك تدخل على ما أعتقد أنا دولي، وهذا كنا نرفضه لهذه المزالة بدأ في حل مزالة أزمة الشرق. نحن كنا نرفض هذا التدخل الدولي لهذه الأزمة لحماية مصالح بعض الدول لقضية الشرق. كيف تنظر للمطالب من قبل يعني أهل الشرق خصوصا مطالب سياسية أكثر مما هي اجتماعية أكثر مما هي اقتصادية؟ كيف؟ المطالب هي سياسية أكثر من كل الجوانب اللي هي تهم تنمية الشرق. إن كنت أنت تنوي تنمية الشرق فأنظر إلى هذه التنمية المشاريع مختلفة. أنت حتى الآن قدمت نقاط، لم تقدم مشاريع لتنمية الشرق. هنالك أموال كثيرة جدا جدا صرفت في الشرق لكنها ذهبت إلى جيوب بعض الناس. هل اختلطت يعني المطالب السياسية بالاقتصادية؟ نعم، اعتقد على هذه الأزمة الموجودة بالفعل أزمة الشرق هي بدأت فيها المطالب السياسية، قضت على المطالب أو الأشياء الضرورية الأخرى التي يفقدها شرق السودان. كيف يمكن أن تحل هذه الأزمة؟ جلوس الناس على المفاوضات مختلفة. من يجلس مع من؟ حتى من ناحية الجلوس يعني يجلس أهل الشرق مع نفسهم أولا، هنالك خلافات داخل الشرق السودان بالنسبة لقضاياهم المختلفة، يجلس أهل الشرق مع نفسهم أولا ثم يقدموا مشروعات من غير هذا التعلق، من غير هذا التطرف الذي يضر أهل الشرق ويضر باقي أهل السودان. السيناريو المتوقع حسب تقديراتك فيه نوع من الضبابية، لا
لكن لا بد أن يحل، لأن هذا هو شريان الحياة للسودان. شكرا جزيلا الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ كمال الشريف على وجودك معنا. شكرا جزيلا. شكرا لكم أيضا مشاهدين الكرام على كرم المتابعة. انتهت هذه الجولة من برنامج بعد الطبع، إلى اللقاء وفي أمان الكريم.